هنعرف أكثر عن استعداد الكليات لاختبار القدرات من دكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بنها. صباح الخير على حضرتك دكتور أسامة. صباح الخير أستاذة لمياء، صباح الخير أستاذة سارة، صباح الخير يا دكتور، على السادة المشاهدين جميعا. أهلا بيك يا دكتور. طبعا في بعض الكليات بتتطلب من طالب يبقى يجتاز اختبار القدرات، زي طبعا منها طبعا كلية التربية الرياضية. استعداد الكلية إيه لهذه الاختبارات وإيه التسهيلات اللي بتقدموها للطلبة؟ الحقيقة طبعا كليات التربية الرياضية إحنا بنبقى على موعد كل سنة بطلابنا طلاب الثانوية العامة. الحقيقة إحنا عندنا في كلية التربية الرياضية جامعة بنها طبعا بنستعد من قبلها بفترة طويلة في تجهيز الملاعب اللي هي فيها أو هيتم فيها عمل القدرات، كمان الصالة الرياضية. إحنا بنبقى حريصين دايما طبعا في الفترة دي بيبقى الجو فعلا يعني صعب جدا زي ما احنا شايفين، فطبعا بنبقى عاملين خيم لاستقبال الطلاب، بنبقى حريصين ان الطلاب عندنا بيأدوا الاختبارات كلها داخل صالات مكيفة او كده. مكيفة يا فندم، احنا عندنا صالات الحقيقة مكيفة، فبنقدم لهم كل سبل الراحة بحيث ان الطالب فعلا يؤدي الاختبارات في جو وفي شكل يؤدي فعلا كل اللي هو يقدر يعني يطلع كل قدراته، بحيث نوفر له العامل النفسي والأداء اللي يقدر فعلا الطالب فيه يجتاز الاختبارات ويؤدي أفضل ما عنده. صباح الخير يا دكتور، وكنت عاوز أعرف من حضرتك بعد ما الطالب بيجي وطبعا معاه الإيصال ومعاه صورتين شخصيتين دي لكلية التربية الرياضية بس، بقية الكليات بتبقى صورة واحدة بس، لكن كمان كنت عاوز أعرف المدارس التانية بقى، المعاهد الفنية اللي هي غير الثانوية العامة والأجنبية أو يعني الحاجات الفنية والصناعية والحاجات دي، لما بتحب تقدم عندكم في الكلية بتبقى ليهم إجراءات مختلفة مثلا؟ لا يا فندم، احنا كليات التربية الرياضية هي بنستقبل طلاب الثانوية العامة اما بس. طلاب اما طلاب اللي هي الثانوي الصناعي او التجاري فده لان ده لا بيبقى طلاب الثانوية العامة فقط. دول اللي هم متاح ليهم ان هم يعملوا عندنا قدرات خاصة بالتربية الرياضية. طيب دكتور أسامة، ممكن برضو أسأل حضرتك عن مين مقبول، مين يعني إيه الشروط اللي على أساسها بيجتاز الطالب هذه الاختبارات؟ بص يا فندم، إحنا عندنا الاختبارات بتنقسم إلى كذا جزء. يعني إحنا عندنا بيبقى الطالب أول ما بيجي طبعا زي ما حضرتك قلتي بيبقى معاه الإيصال بتاعه اللي هو سجل فعلا على الموقع، بيبدأ يتوجه للكلية، الموقع نفسه بيقول له روح للكلية الفلانية اللي هي مرتبطة بالمحافظة بتاعته. الطالب لما بيجي لنا الكلية بيتم استقباله من شؤون الطلاب بيتعمل له زي حاجة اسمها كارت متابعة. الكارت ده أو بطاقة المتابعة بتنقسم إلى أكتر من اختبار. أول يوم بيبقى عندنا اختبار حاجة اسمها الكشف الطبي المبدئي، وده بيبقى الهدف الأساسي منه هو معرفة حالة الطالب الصحية، يعني الصحية علشان بيقدر إن هو يعني يؤدي بقية الاختبارات. بعدها طبعا بيبقى بعد الاختبار الطبي المبدئي بيبقى في حاجه اسمها اختبار الطول والوزن، لان احنا طبعا محددين لازم يبقى في وفقا للوائح. بيبقى هو الاختبار يا دكتور بيبقى على 3 ايام صح كده؟ 3 ايام ايوه فندم. طب هو في بعد يعني بعد ما بيأدي الاختبارات دي، هل لو هو بقى غير لائق ممكن يعيد الامتحان تاني او الاختبار تاني؟ لا مره واحده ما حلوش ده، لان انا لازم طبعا ده طبعا ما فيش اتاحه لاعاده الاختبار تاني، لان طبعا بيتم رفع النتائج على طول اول باول. صحيح. بعد نهايه اليوم الثالث على طول على موقع التنسيق المجلس الاعلى للجامعات. الحقيقه بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسامه على التوضيح والترتيب اللي حضرتك شرحته لنا واللي الطلبه هتشوفه كمان على المواقع الرسميه للكليات الخاصه بالقدرات. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور اسامه صلاح عميد كليه التربيه الرياضيه بجامعه بنها.